كتمل يا جبال يا كبير يا عظيم اجل او ملوبا دواريل الحب ليا النجا الاهلي وعاشق نجا الاهلي ودم الاهلي دي حقيقه والله هو ربنا حبب في خلقه بس أفشا شاف فيديو كابتن مجدي أفشا كلم امح كابتن محمود كهربا كلم امح وقال له بتعيط ليه يا ابني اه ومحمد شريف عايز اقول لك هو كان قاعد حزين مره واحده قام كده اسد بقى محمد صلاح حرامي وامح الدم محمد رمضان كتب الكومنت انا امح نمبر 1 بص مكتوب بعد الفيديو بتاعك على طول الاهلي اليوم نزلت لك ايه؟ اهلي اليوم ان هو يطلعوا لك كارنيه لقمح الدوله لحضور مباريات الاهلي من الملعب بشكل دائم على طول يعني. وهنا كابتن محمود الخطيب كلف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للاهلي بحل مشكله المشجع الاهلاوي قمح انت بقى. انا بقى حبيبي انت حاسس بيه يا قمح؟ ده كابتن بيبو خطيب السوري الاسطوره الاصيل الاصيل وتقديم تصور عاجل لمجلس الاداره يسمح بحضور عدد من ابناء النادي من ذوي الهمم بالتناوب لمباريات الفريق الاول لكره القدم بعد ما الفريق الاول وموافقه الجهات المعينه يعني كده خلاص اتحلت ان شاء الله الحمد لله الحمد لله بقى اما حاسس بايه؟ انا حلمت الحمد لله فرحان جدا كابتن محمود خطيب حلتها هو حل لي شجع اعلاوي وداخل باب النادي وانا عايز اشرف كابتن بيبو خطيب الصورة لأمه انا طالب الكارنيه المتسع ما خلاص بقى يا عم محمد ما تخليك معانا كده دلوقتي هو الكابتن محمود الخطيب خلاص يعني هو حلها خلاص حلها وكلم الناس ان هو هيطلع لك الكارنيه خلاص باذن الله يعني ان شاء الله من جنة فهو طبعا قمح بعد الفيديو اللي نزل ده هو كان زعلان جدا لان هو اقول لك انا بصور معاه الصبح كان بيعيط مش مبطل لا هو اقول لك على حاجه امح كان بيدعي للنادي الاهلي الكلام ده اقسم بالله حرفيا احنا حتى لو مسافرين مثلا رحله بره ولا حاجه امح بيصلي الفجر بيصلي الخمس فروض عموما يعني بيدعي لازم يدعي للنادي الاهلي في كل صلاه من الصلوات بتاعته ولما بيدعي للنادي الاهلي بيدعي الواحد واحد من اصحابه اللعيبه ان هم يجيبوا اجوال سبحان الله الدعاء ان سبحان الله بيعملوا كده طب انا خلصت اللايف معاك يا عمه وقلت لي هقوم اتوضى واصلي احكي لي بقى دعيت لمين دعيت قلت ايه يا رب الاهلي انت بس توفينا يا اهلي ان شاء الله ودعيت لنفسك ودعى لنفسك يا رب يا ربي كلمني يا رب كده حبيب خلقه ومتناه كل على الله حق على ان شاء الله من جنة انت بركة يا عم والله الحمد لله انا الحب ليا النجا الاهلي وعاشق النجا الاهلي ودم الاهلي دي حقيقة والله والله جه مسلم النجا الاهلي والله ناس بتبعت لنا من بره مصر ان هم فعلا ابتدوا يشجعوا النادي بسبب قمح والله قمح والله دي حقيقة فعلا أمح. والله قمح ان النادي وفعلا قمح ان النادي والنادي ما بتخلاش عن اولاده زي ما انا قلت لك الصبح صح قلت لك الصبح كلامك صح يعني قول لنا بقى ايه حكايتك مع موسيماني؟ انا فاكر ان موسيماني يعني حط ايدي على شعري انت بركه وتساعد علينا انت بركه تسلم كلام وتوشه عشان توش حلو عليا وش وش حلو على شعري كلها وانت بركه وانت وش اشتغلت اما حلمي النادي وكده لان اما على فكره اول واحد استقبله اما استقبل عمته و قلت له يا بيبي يا خطيب انا واعد منك انا واعد منك الكنيه انت الكنيه المتشر طب شجع لنا بقى النادي الاهلي تاني يلا اه انت قد شمال يا جبال ثاني كبير ثاني عظيم اجل او ملوبا دواريل يعني يا قمح شفت كل الجماهير الاهلاويه كانت زعلانه على اللي قمح يعني وحريش منجو ان جمهور الاهلي يدعموا قمح يدعموا قمح النادي الاهلي مش عايزين برضو ننسى الناس دول لان الناس دي احنا من ساعه ما نزلنا البوست وعايز اقول لك كميه ناس بتدعي القمح وبتدعمه
وناس عملت منشن للعيبه كتير. الناس دي انا مش هقدر ان انا اتجاهلهم ولا ان انا انسى فضلهم. ثاني حاجه قفشه شاف سجو كابتن مجدي قفشه كلم امح كابتن محمود كهربا كلم امح وقال له بتعيط ليه يا ابني. اه ومحمد شريف شافه كابتن محمد شريف هو هداف الدوري السنه دي وافق ان يوم السجل جسران انت من جلال. وبرضو ابن المطرب الاهلاوي سعد الصغير محمود سعد الصغير كان اول واحد منزل بوست الامح برضو علشان خاطر موضوع الكرنيه. كل الجماهير وكلمونا برضو من اداره النادي الاهلي مش عايزين ننساهم. كابتن محمد سراج الدين كلمنا وفي كباتن تانيه برضو كلمونا على الموضوع بتاع عمح وهم اللي يعني قرروا ان احنا هنتقابل بيهم وهيبقى في ان شاء الله باذن الله كده تصوير بسيط ان عمح بيستلم الكرنيه ان شاء الله من جنة. محمد كرامه صح ومحمد جافون وكرامه نجيف وكرامه جرعه هو نفس تربع اللي هو محمد اخويا يعني ما عرفش تربع انا الحمد لله تزلت الست سنين كرام انا سنين سر حب الناس والتعاطف الناس في حاجة حب الناس دي حاجة تانية فاهمني ربنا يؤمن بس الحمد لله هو ربنا حب في خلقه بس انا بقى عالمي بقى دوري رقم واحد نمبر 1 ده عادي ومن اهلي جمهور اهلي يحب انا احب جمهور اهلي يجعلوني يحب امح وكلنا نحب امح انا احب امح والله الحمد لله مش اي حاجه. قول لي بقى محمد صلاح قال لك ايه؟ محمد صلاح حرامي وامح الدولي. محمد صلاح حرامي وانت وامح الدولي رقم واحد نمبر 1 مين نمبر 1؟ انا محمد رمضان محمد رمضان كتب كومنت انا امح نمبر 1 والناظر وحاطط فعلا قال له هتفضل نمبر 1 يا دولي بس يعني انت نمبر 1 وانت الدولي بس ما يحبوني والله هو قال محمد صلاح انت عالمي وانا دولي وحكايه نمبر 1 لا قول لي نمبر 1 دي ما هي نمبر 1 انت نمبر 1 امح الدولي نمبر 1 احنا امح في الدولي. قول لنا بقى توقعاتك للماتش الجاي للاهلي ان شاء الله نكسب من جمال انت ان شاء الله ان شاء الله هنصعد. كلمنا عن صعوبه الماتش الجاي لك ان شاء الله ننتب ونتوفيق النادي الاهلي وبين معايا مع رب كده وننتب كده ناخد افريقيا وناخد الدوري ناخد افريقيا وناخد الدوري ان شاء الله. اول ما سمعت الخبر يا عمك عملت ايه؟ الحمد لله اول ما سمعت الخبر ان انت هتاخد الكارنيه وهتحضر كل ماتش كل ماتش احضر كل تمرينه هو يقصد ان انت اتبسطت قد ايه يعني؟ احكي لي فرحتك. الحمد لله فرح كل الناس. لا هو كنت هو ما كانش يعرف حاجه هو كان قاعد ازاي هو كان قاعد زعلان جدا يعني ومره واحده كده لقيت حد من صحابي بيبعت لي بيقول لي كابتن محمود الخطيب بعت لامح بعت كتب تصريح ان امح يعني هياخد الكارنيه فببص في التصريح لقيت فعلا ان ده مصرح ونازله في الاهلي اليوم وبقول له امح الخطيب كابتن محمود الخطيب انا اسف يعني ان هو بقى كتب ان امح هياخد الكارنيه. عايز اقول لك هو كان قاعد حزين مره واحده قام كده اسد بقى رقص وضحك. انا تعبان ومت خلاص من تعبي الصبح كانت عينه حمرا دم لا ده وكان زعلان زي الفل اهو الحركه بتاعتك بقى البوز بقى الشهير بقى لازم يلا البوز الشهير ورينا كده تاني يا عم بوز بال انت جميل يا عم وربنا يكرمك الحمد لله. انت نفسك في ايه تاني يا عم؟ انا نفسي كل حياتي طبعا متعود على انا الحمد لله فرحان جدا يا اخويا دي طبعا والكارنيه برضه طب الكارنيه برضه خلاص هيجي خلاص الكارنيه يجي دي خلاص الكارنيه جه صح كده طالما كابتن محمود الخطيب قال يبقى الكارنيه في جيبك برنس انت جميل يا عم. هذا اكبر الكابتن ايهاب خطيب يا حبيب الكل انا شكرا جدا على وصول خطيب صح كده جدع هو بيشكر الكابتن كابتن ايهاب الخطيب ان هو وصل الفيديو الفيديو ده على ممكن شيء جميل جدا. طب احكي لنا بقى دعمك ومساندتك انت حضرتك واختك لامح
والكوره. بص انا عايز اللي بتوجهها ان هو بيشجع الكوره الاهلي تحديدا. لا عايز اقول لك على حاجه، هو امح اساسا مريض سكر، فاحنا بنبقى بندعي في كل ماتش ان الاهلي يكسب حتى لو 1-0، لان زعله بيبقى زعل غير طبيعي جامد، وبنفضل نحايل فيه ونحاول ننسيه اصلا ان هو ان الاهلي خسر ولا حاجه. مفيش، وتعب كذا مره ودخلناه مستشفى كذا مره بسبب ان الاهلي خسر.